اهلا بحضراتكم واهلا بكل المتابعين. ان شاء الله هنعمل دايره كده جميله اللي هي بتاعه البوليس، اللي هي اشاره البوليس. تمام، اول حاجه طبعا هو اي سي 3 5، اللي هو التايمر 3 5. عندك هنا كده رجل واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية. تمام كده. طيب أول حاجة نعملها رجل 8 اللي هي ديت، هنقفلها مع رجل ايه؟ مع رجل 4. رجل 4 مع رجل 8. وبعد كده هنقل بين اي سي. تمام، وهنجيب رجل 2 مع رجل 6. رجل 2 ديت مع رجل 6. شوفوا حضراتكم عندك رجل 4 مع رجل ايه؟ 8. 4 مع 8 هتقلب الاي سي كده. عندك 2 مع رجل 6. 2 اهي، 2 ديت، 2 ديت مع رجل 6. تمام، 2 مع 6 و4 مع 8. تمام، هنركب بقى كده تاني والشال هنا فوق اهي. نجيب مقاومة 1 كيلو اللي هي بن أسمر أحمر، 1 كيلو. تمام، هنلحمها كده على 8 و7. 7 مع 8 ومقاومة 1 كيلو. بعد كده بط، أي بط عندك من 10 كيلو لحد ممكن 200 كيلو. من 10 اللي معايا ده دلوقتي حاليا 47 كيلو. تمام، هناخد احنا الرجل الوسطانية. تمام، الرجل الوسطانية وأي رجل من الطرفين كده زي ما حضراتكم شايفين كده. هنلحم رجل وسطانية مع رجل رقم كام؟ 6. والرجل التانية الطرفانية مع رجل 7. تمام كده، المقاومة من 7 و8، البط رجل وسطانية على رجل 4 5 على 6 على رجل 6، والرجل التانية على رجل 7. تمام كده. بعد كده مكثف 50 فولت، 4.7 مايكرو. 50 فولت، 4.7 مايكرو. هنقوم جايبين رجل السالب بتاعته على رجل رقم 1، والموجب بتاعه على رجل رقم 2. تمام كده، السالب بتاعه على رجل رقم 1 والموجب بتاعه على رجل رقم 2. تمام كده، كده الدايرة خلصانة. طيب عندك هنا السلك الداخل بقى اللي هو موجب وسالب، داخلين لها موجب وسالب، الموجب بتاعها على رجل رقم 8. والسالب على رجل رقم ايه؟ رقم 1. تمام كده، السالب على رقم 1
والموجب على رقم 8. تمام كده، عندنا بقى لمبتين 12 فولت احمر وازرق اهم. بصوا يا جماعه، اللمبه الزرقاء اللي هو الليد الازرق ده لحقنا الموجب بتاعه على رقم 4 والسالب بتاعه على رقم 3. تمام كده، اللمبه الحمراء الموجب بتاعه على رقم 3، الموجب على رقم 3 والسالب بتاعه على رقم 1. فهمتوا الحته ديت؟ تاني، الموجب بتاع اللمبه الزرقاء الليد الازرق الموجب بتاعه على رقم 4، السالب بتاعه على رقم 3. الليد الاحمر الموجب بتاعه على رقم 3 والسالب بتاعه على رقم 1. تمام كده، هنسمي كده بسم الله ونجرب. دي كهرباء 12 فولت. تمام، 12 فولت، ركب الموجب على الموجب والسالب على السالب. تمام كده، هنيجي بقى احنا هنا هنعلي ونوطي هنا، ونكون متغيرة هتسرع معاك الحركة وتبطئها. اهو كده سريع، اهو ابطئ خالص على اقل حاجة كده، اقل حاجة هسرع سنة صغيرة. اهو بالترتيب، اهو اهو اهو. تمام، دولت الواحد لو عملهم في فانوس مثلا ولا حاجة كده بتبقى شكلها شكل اشارة البوليس بالظبط في الضلمة، يعني انت لو عملتها كده. تمام كده، لو عاوز تقلل الحركة كمان هتجيب مقاومة اكبر من كده بشوية، يعني المقاومة متغيرة هتجيب مقاومة اكبر من كده بشوية هتقلل معاك الحركة برضو كمان. تمام، مخطط يا جماعة للناس اللي هي بتحب المخططات الاسي اهو. خمسة ستة سبعة تمانية، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. تمام كده، 8 رجولهم وكده علامة الاس من فوق. تمام، احنا قلنا رجل 8 ورجل 4 مع بعض، وعندك رجل 2 ورجل 6 مع بعض. تمام كده، عندك المكثف. تمام، مكثف اهو، ده السالب والموجب بتاعه على رقم 2، يعني السالب بتاعه على رقم 1، ده السالب والموجب بتاعه على رقم 2. تمام كده، عندك ايه تاني؟ المقاومة 1 كيلو على رجل 7 و8، 1 كيلو على رجل 7 و8، وعندك البوت المتغير اللي هي المقاومة المتغيرة على 7، مقاومة متغيرة اهي على 7 وعلى 6. تمام كده، مقاومة متغيرة تمام على رجل 6 و7. احنا قلنا ناخد رجل منها بس، رجل الوسطانية والرجل ايه، اي رجل من الطرفانيين. تمام، بعد كده عندك اللمبات، لمبات الليد، عندك الازرق مثلا، الازرق الموجب بتاعه على رقم 4 والسالب بتاعه على رقم 3. تمام، عندك الليد الاحمر، الاحمر الموجب والسالب، عندك الموجب بتاعه على رقم 3، الموجب بتاعه على رقم 3 والسالب بتاعه على رقم 1. تمام، على رقم 1. تمام كده، عندك السالب بقى والداخل بتاع ال 12 فولت، الموجب على رقم 8، الموجب على رقم 8 والسالب على رقم 1. تمام كده، دي الشكل النهائي بتاع المخطط، المقاومة متغيرة على 6 و7. تمام، البط 1 كيلو، البط 1 كيلو على رجل 7 و8، المقاومة قصدي أنا آسف، المقاومة 1 كيلو على رجل 7 و8. تمام، عندك رجل 8 ورجل 4 كبروا مع بعض، ورجل 2 ورجل 6 كبروا مع بعض، وعندك المكثف اللي هو 54 فولت
أربعة وسبعة من عشرة ميكرو، تمام. السالب بتاعه على رقم واحد والموجب بتاعه على رقم اتنين. السالب بتاعه على رقم واحد والموجب بتاعه على رقم اتنين. ده المخطط اهو، اللي هي إشارة البوليس، إشارة البوليس، تمام. يا رب يكون الدرس عجبكم. ما تنسوش طبعا لو أول مرة تشوفوني تشتركوا معايا في القناة، وإن شاء الله هنعمل سلسلة دروس بتاع المؤقت 3-5 ده، اي سي 3-5، ان شاء الله اعمل لكم كذا دايره عليه بامر الله. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش طبعا اول مره تشوفوا الاشتراك في القناه وتعملوا فعلوا جرس الاشعار عشان يصلكوا كل جديد. كان معكم اخوكم السيد عوض من قناه طموح الالكترونيات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.